خاصة بكواليس ما يحدث في استاد برج العرب لهذه المباراة، مباراة الأهلي وبتروجيت. تفضل كريم. يا كابتن فاروق، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، هنا من استاد برج العرب والاهلي وبتروجيت في الجوله 16 من بطوله الدوري العام. في البدايه طبعا كالعاده نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، يكون التوفيق حليفه ويستعيد الانتصارات من جديد. يمكن النادي الاهلي مر ببعض المباريات، كان في باد لك سوء توفيق كبير عن النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه، لكن كانت جلسات مستمره من كابتن حسام البدري، اجتماع ايضا كان من لجنه الكره كابتن فاروق بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وايضا رئيس لجنه الكره بالنادي الاهلي. كان في تحفيز كبير ودعم كبير جدا للجهاز الفني بالكامل، وايضا تحفيز اللاعبين ومطالبتهم طبعا باستمرار الانتصارات خلال الفتره القادمه، فتره مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه وبشكل عام خلال المباريات القادمه. لو بستعرض معاك يا كابتن فاروق طبعا تشكيل النادي الاهلي اللي بيبدا طبعا بالشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، علي معلول، في المنتصف حسام عاشور وعمرو السوليه، على الاطراف عبد الله السعيد ووليد سليمان، وفي الهجوم وليد ازارو وبكا ماني. في ايضا الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي احمد عادل عبد المنعم، ميدو جابر، محمد هاني، احمد الشيخ، احمد حمدي، واحمد ياسر ريان، واسلام محارب. في عدد كبير جدا مش غير متواجد طبعا بمباراه اليوم سواء في القائمه او في معسكر فريق النادي الاهلي، لكن اللي بيخرج من القائمه اللي كانت متواجده اليوم صبري حسين السيد واكرم توفيق وكريم ندفد ورمضان مصطفى الناشئ حارس مرمى الناشئ وايضا احمد حمودي. غيابات كثيره طبعا زي ما احنا عارفين بتضرب فريق النادي الاهلي سواء للرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري او ايضا بشكل عام بالنسبه للاصابات زي ما احنا عارفين. لو بتكلم طبعا للرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري كان استبعاد باسم علي وعمرو بركات ومتعب ومؤمن زكريا وايضا عبد الله الشامي، هشام محمد، اجاي، صبري رحيل، صالح جمعه، بجانب سعد سمير ومحمد نجيب للاصابه. لكن اكيد كلنا ثقه في كل اللاعبين المتواجدين في هذه المباراه، ان شاء الله تكون مباراه جيده جدا. يمكن تاخر وصول فريق بتروجيت عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن وصل من اكثر من نصف ساعه، لكن من لحظات وصل فريق بتروجيت، لكن حتى هذه اللحظه كابتن فاروق لم يطلع طبعا التشكيل الخاص بفريق بتروجيت، لكن اكيد في خلال اللحظات القادمه ان شاء الله يكون معانا التشكيل الخاص ببتروجيت. حتى هذه اللحظه كمان يمكن لن يتواجد احد او لم يتواجد احد في المقصوره الرئيسيه الخاصه بالمباراه، لكن خلال الدقائق القادمه ان شاء الله اكيد هيكون متواجد عدد من مجلس اداره النادي الاهلي. في الاخير طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، يكون النهارده الفوز حليفه ويحقق ثلاث نقاط هامين جدا في مشواره نحو الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. لو فيها استفسار يا كابتن فاروق عوده ليك في الاستوديو. اولا يا كريم عايز اسالك على الجو، طبعا الجو احنا عايزين نطمن عليه عشان النهارده وبكره، عشان عندنا ماتش النهارده وبكره. الحاجه الثانيه عايز اسالك اللاعبين اللي موجودين او اللي تم استدعائهم بيتمرنوا او اتمرنوا عشان الاستعداد لمباراه الغد، ولا ايه التفاصيل الخاصه طبعا بمباراه اتلتيكو برضه؟ لو بتكلم طبعا في البدايه عن الجو، لا يمكن الجو العام حتى هذه اللحظه رائع جدا في الاسكندريه، يمكن هو بيبقى فيه برد شويه بالليل، لكن يمكن في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده كابتن فاروق الجو مميز جدا جدا هنا في استاد برج العرب، واكيد بالتالي هيكون ان شاء الله بالغد هي مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد اللي بتمنى تكون كل الظروف المناخيه والظروف الاداريه والظروف التنظيميه مهيئه لنجاح هذه المباراه العالميه اللي بنتمناها طبعا تكون مباراه على اعلى مستوى. لو بخص طبعا اللاعبين اللي كانوا مستبعدين من القائمه او اللي هيشاركوا في مباراه اتلتيكو مدريد، يمكن اللحظه اللي انا بكلمك فيها ده يا كابتن فاروق لسه شايفين عمرو بركات وباسم علي وصبري رحيل، عدد كبير يمكن بيصل الى طبعا استاد برج العرب سواء لمتابعه المباراه وايضا للانضمام الى فريق النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي يمكن اتدرب في الملعب الفرعي لبرج العرب، لكن كانت اليوم لكن لم يتدرب فريق كان مجموعه الثانيه تتدرب او ما اتدربتش في طبعا استاد مختار التتش بالنادي الاهلي بالجزيره، لكن ان شاء الله زي ما بنقول بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد طبعا ضد الارهاب من اجل السلام، نقوم على مين هيكونوا موجودين فريق اتلتيكو مدريد بحجمه الكبير. ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بدايه من مباراه اليوم ان يحصد نقاط هامه جدا، وايضا يكون غدا تتويج ايضا ومباراه على اعلى مستوى تكون احتفاليه تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي. بشكرك يا كريم، يعني بشكرك كمان ان انت قلت لنا التشكيل خلاص، يعني يمكن ده تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده، الوضع ان في بعض التغييرات ممكن كمان في خطه اللعب يعني على حسب ما موجود على الورق، ممكن طبعا الوضع يختلف في الملعب. يمكن كنا عايزين نتكلم على مصر بورسعيد، لكن خليها بعد المباراه بقى.